السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. فضيلة الشيخ. نعم. شيخنا لسنة الفجر، هل الأصل فيها أن سبع شفرات فلا أظن نصلى قرأ أبوهم الكتاب أم لا؟ فالأصل أن أنا أوجز فيها. سنة الفجر الصلاة فيها القراءة خفيفة. يعني حتى وإن كنت أجلس مثلا أنتظر إقامة ست ساعة مثلا ما أطولش برضه، يعني أوجز فيها برضه يعني. عفوا إذا كنت إيه؟ يعني أنتظر الإقامة ممكن تقعد مثلا 25 دقيقة. توجز فيها أيضا، توجز فيها أيضا. جزاك الله خير. وإياك الله يستر عليك.